السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الرابعة ضمن مادة تصميم منظومات الري والبذل. إن شاء الله اليوم راح نأخذ بعض الأمثلة الخاصة باختيار الوقت الأمثل وحساب الأفرج والإنستنتينيوس المقدار الارتشاح اللحظي والارتشاح الأساسي. تمام؟ فهسه راح نأخذ الإكزامبل 1 وهي تعتبر هذه المحاضرة مكملة للمحاضرة السابقة. A sprinkler has weighted barometer يعني المنطقة اللي تم عملية الرش بها باستخدام طريقة sprinkler rate أو sprinkler method. ال weighted barometer مقدار 32 متر. ال discharge اللي مخصص لعملية الري مقداره 1.8 متر مكعب على الأور. I make إيش قد مقدار الدورات اللي كم دورة للمرشة تدور بها مقدارها 40 movement to complete one جد revolution حتى تكمل دورة واحدة، يعني تدور 40 دورة المرشة حتى تكمل لك دورة واحدة. تمام؟ if the sprinkler has placed grid الشبكة اللي ترويها باستخدام sprinkler هي جد 18×18، يعني شنو قيمة الأسوان في قيمة الأستي؟ وضحنا بالمحاضرة السابقة الأسوان شنو هو البعد بين أنبوب فرعي إلى أنبوب فرعي آخر، والأستو هو البعد بين مرشة إلى مرشة أخرى موجودات على الأنبوب الفرعي. Calculate the average and average. تمام؟ الأفرج يعني شنو؟ and instantaneous واللحظي application rate، يعني number one average application rate والثاني instantaneous application rate. نرجع إلى يعني المعادلات اللي تحكمنا السابقة. الأفرج أبليكيشن ريت شو يساوي لك القانون إذا مجرد استذكار بسيط حتى تكون هاي الأمور. الأفرج أبليكيشن ريت أخذناه بهاي المحاضرة أتوقع واضح أمامكم. الأفرج أبليكيشن ريت الأفرج هذا هو موضوع الأفرج أبليكيشن ريت اللي هو شنو هو معدل مالته كافرج ابلكيشن ريت يساوي لي الكيو مقدار التسجارج المسلط على اس1 في اس2 في الف. الالف حتى يحوله الى وحدات الملم على الاور. تمام عيني؟ كله موجود داخل القوانين. انا دا ارجعك حتى تكون القوانين ضمن ال يعني الكالكوليشن مالتك وما انه ترجع لها من تقرا. فهسه تحسب تلقائيا اي افرج كيو على اس1 في اس2 في الف، الالف مضربه حتى نحول الى ملم، وجدنا قيمه الابلكيشن او الافرج ابلكيشن ريت. بعد ذلك يريد من عندي قيمه الانستنتينيوس اللي هو مقدار الارتشاح اللحظي. قيمه الانستنتينيوس الطريقه اللي نحسب بها هي هاي الطريقه لحساب الانفلتريشن. هاي الانستنتينيوس ابلكيشن ريت ايش قد مقدار الشده المطريه اللحظيه. اذا هسه وش يريد من عندي؟ يريد قيمه الشده المطريه الأولى احنا نسميها الشدة المطرية، معدل الشدة المطرية، وريد الشدة المطرية اللحظية instantaneous application rate. شنو قانونها؟ شنو تساوينا الأي instantaneous الشدة المطرية اللحظية؟ يساوينا الكيو التصريف الواصل للمضخة أو المرشة على المساحة أو القطر الدائرة المبتل. تمام؟ اللي هو باي على 4 في الدي تربيع في الزاوية اللي تميل بها المرشة على 2 باي، 2 باي قلنا 360 درجة ككل. هسه نرجع إلى القانون نطبقه بشكل مباشر. راح يصير كيو على باي على 4 دي تربيع ألفا على 2 باي، تمام عيني؟ 1.8 ضربناه في ألف حتى يتحول إلى الملم، حتى تتجانس هذه الوحدات مع هذه الوحدات، فصار بالملم. باي على 4 دي تربيع، دي تربيع انعطى بالسؤال المحيط المبتل كقيمة. شكد قيمته 32 متر باي على 4 دي تربيع، تمام عيني؟ هذا موجود قيمته 32 في الألفا على 2 باي، ال 2 باي كلها شكد قيمتها؟ قيمتها 360 درجة وكأنه. هسه شلون أني أوجد قيمة بصورة عامة الألفا كقيمة الألفا؟ قيمة الألفا تساوي لك قانونها هو 360 درجة على عدد الدورات، 360 درجة على عدد الدورات، تمام؟ 360 درجة على عدد الدورات. اقرأ بالسؤال كم دورة تدور حتى تكمل لك كم حركة تدور الموفمنت حتى تكمل لك دورة واحدة 40، فراح يصير 360 على 40، 360 على 40.
بهذه القيمة، تمام؟ 360 درجة على 40 موفمنت حركة راح تطلع لك 9 درجات، هي هاي الزاوية، فتستخدمها بهذا القانون 9 على 2 باي، توجد قيمة الانستنتينيوس افريج ريت. إذا نسحنا ولا ننتبه على فقرة مهمة، دائما لازم سبق ونوهنا لازم الافريج انستنتينيوس او الانستنتينيوس بصورة عامة ابلكيشن ريت، دائما الشدة المطرية اللحظية لازم تكون اعلى من معدل الشدة المطرية اللي هو الافريج ابلكيشن ريت. اذا يعني هاي كاستنتاج، ليش؟ حتى نضمن انه احنا الارض تتشبع بالماء بدون ما يسبب عملية غرق ولا جفاف في بعض المناطق. هسه نجي على السؤال الثاني، given a function يعطيك معادلة of accumulated depth للعمق التجميعي of infiltration للارتشاح او التغلغل داخل التربه، اس مقدارها دي ام شو يساوي؟ 26 تي بالمينيمم طبعا مرفوع للاس او 0.3. اذا نرجع بالمعادلات، لموضوع الانستنتينيوس، لموضوع الانفلتريشن، نحسب الانفلتريشن، عندنا قانون للانفلتريشن، هذا هو الانفلتريشن. شو يساوي لنا؟ التغير بالعمق على التغير بالزمن. سو الانفلتريشن التغير بالعمق الدي على التغير بالزمن، هاي الدي تغير بالعمق شنو قانونها؟ بوقتها قلنا السي للتي اس ام. اذا بدي اسوي لها مشتقه لان دي على الدي تي بالنسبه للزمن، ايش راح يساوي لنا؟ السي موجوده في الام راح تصير يعني بجانبها، السي في الام في التي اس ام ناقص واحد. هذا الاوبشن كله الام في السي شنو سماه؟ كي. فراح يصير لك الانفلتريشن ريت بصوره عامه واللي هو معدل الفيضي يساوي الكي، عوضت مكان الام في السي كي في التي اس، مكان قيمه الام ناقص واحد سماها ان، تمام عيني؟ سماها ايش قد قيمتها ان؟ هاي هو هذا الانفلتريشن العام، نسميه الانستنتينيوس انفلتريشن ريت. اذا خلي في بالك انت عندك الافرج ابلكيشن ريت والانستنتينيوس ابلكيشن ريت، وبالنسبه للانفلتريشن ايضا عندك اثنين، عندك الانستنتينيوس انفلتريشن ريت وعندك البيسك انفلتريشن ريت، تمام عيني؟ هسه الكي هو عباره عن الام في السي، والان هو عباره عن ام ناقص واحد. بالنسبه للبيسك، هي نفس المعادلات تطبق، لكن المعادله النهائيه للتي بي شو تعوض هناك مكان قيمة الـ يعني المطلق الداخلي؟ تعوض 600 في الـN، وهي حسبناها احنا مسبقا ان راح نسب الاي يعني قيمة الانفلتريشن البيسك نعوض عن التي اللي هو بالتي بيسك ايش قد قيمته مطلقة، ناخذ مطلق حتى نتخلص من السالب اذا موجود، يصير 600 في الـN، تمام عيني؟ انا بس دا اراجع لكم القوانين حتى تربطونهم مع المحاضرة السابقة للموضوع. لاحظ هسه هنا واحنا شو يريد من عندك؟ من يطلب من عندك؟ لاحظ السؤال الثاني ايش طالب من عندك؟ طبعا if the required gross depth مقداره 45 ملم، select proper time of irrigation، اختيار وقت الري المناسب، نوهنا عليه بالمحاضره السابقه، شنو يعني اختيار وقت الري المناسب؟ معناها اني اجد التي ابلكيشن مينيمم، وشنو يعني يقصد بالتي ابلكيشن مينيمم اللي هو شنو قانونه؟ دي جروس على الانستنتينيوس او البيسك انفلتريشن، يمثل اقل وقت للري بحيث كميه الماء ما تسبب غرق للتربه خسائر. هو هذا شنو اسمه؟ احنا يسمونه تي ابلكيشن مينيمم. يمتى انا اقول هذا الوقت ما يسبب؟ لما شنو افرض؟ افرض عن الفرضيه السبوس اللي انا راح افرضها، هو الافرج ابلكيشن ريت الماكس لازم شو يساوي لي؟ انفلتريشن بيسك او بيسك انفلتريشن. سو هسه نكمل، تمام عيني؟ نرجع على نفس السؤال، عندي هي هاي القانون الدي بصوره عامه، شو يساوي لي الدي قيمته؟ يساوي لي 26 تي محسوب بالمينيموم للاس بوينت 3. زين انا اذا اريد انفلتريشن ايش اسوي للدي؟ اشتقها فصير دي للدي على دي للتي. دي للدي ايش قد قيمته هسه؟ هو هذا راسا راح اشتق هاي القيمه. اذا الاشتقاق ايش راح يصير؟ 26 في اول شيء بالمينيموم بالمينت انا اريد احولها للاور حتى شغلي يصير كله بالاور، فبمن اضرب المينت واحولها للاور؟ اضربه في 60 حولته الى ساعه. نجي هاي بوينت 3 راح يصير في بوينت 3 فراح يصير 26 في مشتقه اولى في بوينت 3 في 60 هاي التحويل المينت الى الاور في الام ناقص واحد اللي هو الان،
0.3 ناقص 1 ايش قاعد يعطيك هنا القيمه؟ سالب 0.7 تي مينيمم. هسه نضرب هذا الرقم 26 في 0.3 في 60 يطلع لك 468 تي مينيمم. اس ايش قاعد سالب 0.7 هاي الانفلتريشن العام. زين اذا بيسك شنو اشيل قيمه التي مينيمم، ايش قلنا عشان اثبت بمكانها 600 في الان ومطلق، اخذ مطلق حتى اتخلص من القيمه السالبه. تمام عيني، اتخلص من القيمه السالبه. هسه نجي هنا 600 في قيمه الان ايش قد الان، انتبه الان هاي بصوره عامه تمثل لك الان ايش قد قيمتها الان، هي سالب 0.7، فاني اخذ لها شو اسوي مطلق حتى اتخلص من السالب، فصير في 0.7. تمام عيني، للاس السالب 0.7، هاي السالب وكأنه تحطها واحد على يصير هذا الرقم 0.7. فحسبنا الانفلتريشن او بيسك انفلتريشن ايش قد قيمته 6.8. تمام 6.8. احنا من شرط حتى نحصل على وقت ري مناسب لازم الافرج ابليكيشن ريت لازم شو يساوي لنا اصغر او يساوي البيسك انفلتريشن. سو اذا التي مينيموم المطلوب التي ابليكيشن مينيموم شو يساوي لي؟ يساوي لي الدي جروس على القانون اللي قبل شوي نوهت لكم عليه، الدي جروس على البيسك انفلتريشن. الدي جروس ايش قد مقداره؟ 45 ملم. على الانفلتريشن ايش قد مقداره؟ 6.8 يطلع 6.6 اور. ودائما اذا الوقت نقربه نحو الاكبر يعني 6.6 اور يصير 7 اورز. ان شاء الله محاضره هذا اليوم تكون واضحه اللي هي خاصه بتحديد الافرج ابلكيشن ريت والانستنتينيوس ابلكيشن ريت بالاضافه الى الانفلتريشن على الحالتين اللي هو الانستنتينيوس انفلتريشن والبيسك انفلتريشن. ان شاء الله على المحاضره القادمه راح ناخذ مكمل الموضوع اللي هو شلون انا احسب توزيع الماء من المرشه الفرعيه نفسها اللي يسمونها الووتر ديستريبيوشن بروفايل، الطريقه الخاصه بالستاندرد اللي هي طريقه النوزل خاصة بي إذا كان دبل نوزل وإذا كان سنجل نوزل. إن شاء الله نأخذها على المحاضرة القادمة. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تتواصلون ويانا. نلتقي بكم على المحاضرة.